طريق الرابط هو أحد المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، ويعد هذا المشروع هو اللبنة الأساسية لمشروع طريق التنمية اللي راح يوفر ربط بين الشرق والغرب مروراً بالعراق وعن طريق ميناء الفاو الكبير. مشروع الطريق الرابط راح يوفر أيضاً ربط بين أهم مينائين بالعراق، ميناء الفاو وميناء أم قصر، كما سيوفر ربط بين مدينة الفاو ومدينة أم قصر، وبذلك يوفر الوقت والجهد على المواطنين. هذا الطريق ستسلكه آلاف الشاحنات المحملة بملايين البضائع، بملايين الأطنان من البضائع إلى داخل وخارج العراق. نسب الإنجاز بهذا المشروع متقدمة، مثل ما تشوفون إحنا اليوم وصلنا لمرحلة الطبقة الأولى من التبليط، وإن شاء الله العمل مستمر، وإن شاء الله ينجز المشروع بالوقت المحدد.